أعياد الآخرين أعياد أنانية، أعياد شخصية، أعياد مادية. أما الإسلام عندما تلاحظون تجدون في أعياده البعد الروحي، وتجدون في أعياده بعد التفكير في الآخرين. مو أنه أنا في هذا العيد أبتهج وأفرح، لا، الآخرون أيضا يفرحون ويبتهجون. في عيد الفطر المبارك الإسلام يقول للإنسان: يجب عليك أن تكون في فكر الفقراء. كل إنسان يجب عليه أن يدفع مقدارا من ماله للفقراء. يعني هذا العيد مو إلي فقط، ولأولادي ولذريتي ولعائلتي. إذا أنا عندي أولاد الآخرين أيضا عندهم أولاد، إذا أنا عندي عائلة الآخرين أيضا عندهم عائلة، إذا أنا عندي مصارف الآخرون أيضا لهم مصارف. عيد الفطر عيد التفكير في الآخرين. يجب على كل إنسان أن يدفع من ماله مقدارا للفقراء. 3 كيلوات حنطة أو شعير أو تمر أو ما أشبه ذلك يدفعها للفقراء، يدفعها عن نفسه وعن كل من يعوله. المن يعول؟ حتى الخادم اللي في البيت إذا أنت تعولها يجب عليك أن تدفع عنها زكاة الفطرة. هذا معناته أن العيد فيه بعد اجتماعي. عيد الأضحى هذا العيد الثاني المهم أيضا فيه بعد اجتماعي، أنه اذبحوا الذبائح الذين هم في منى والذين هم في الخارج. يذبحون الذبائح وجوبا أو استحبابا ويعطونها للفقراء ولو جزء منها مقدار منها. الله تعالى يقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذا معناه أن الإنسان يفكر في الآخرين.